تصاعد حدة الهجمات من قبل الجيش العراقي تسبب بنزوح ما لا يقل عن 3000 شخص من سنجار والمناطق المحيطة، ما يجعل المنطقة تعيش حالة من التهجير والاستهداف تزيد من معاناتهم من تأذى من خطر داعش الإرهابي عندما تركهم الجيش العراقي لقمة سائغة له ولم يدافع عنهم بما يكفي لحمايتهم. فما التفاصيل وما الغرض من محاربة أهالي سنجار بعد أن حرروا وحموا أنفسهم من خطر الإرهاب، وإلى أين تتجه الأمور الميدانية على الأرض؟ حديث الساعة، مرحبا بكم. كل عام وانت بخير. بارك الله فيك والله. عالمها مو ذانبة، ازدي شرفه، ازدي برومته، ازدي تجارة دانها مش كثيرة، قابك يكش دانها بيجي. بهذا الصدد ينضم إلينا من بغداد مراسلنا معتز أيوب. معتز، مرحبا بك في حديث ساعة. نبدأ من الحديث الذي يجري عن أكثر من 3000 نازح من سنجار بسبب العمليات العسكرية للجيش العراقي في هذه المنطقة. معتز، ما التفاصيل الإضافية التي تملكونها بهذا الصدد؟ نعم، تحية طيبة لك خضر، وكل عام وأنتم ومشاهدين الأكارب بكل خير. بكل تأكيد هنالك عمليات نزوح أو في سنجار في محافظة الموصل بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت في هذه المحافظة وتحديدا بقضاء سنجار. هنالك هجمات أو هنالك تدخلات عسكرية من الجيش العراقي، يقابلها تدخلات من اليبشة والفوج 80 التابع للحشد الشعبي، وبالتالي هنالك كان هنالك سوء فهم حول العملية التي شنت بعد يعني عمليات كثيرة أو تصريحات كثيرة لقادة كبار في الدولة العراقية. لكن كانت هذه العملية على انتشار نقطة اليابشة، وكان هنالك سيطرة للنقطة العراقية يعني للجيش العراقي. بالتالي هنالك عمليات نزوح كبيرة وصلت الأعداد إلى أكثر من يعني 3000 أو 300 يعني 3000 عائلة عراقية من الموصل. يعني هنالك كثير من العوائل الموصلية في سنجار نزحت إلى أماكن أكثر أمانا على اعتبار هنالك قصف وهنالك كثير من الاشتباكات. لكن في هذه الساعة وفي يعني في الأمس كان هنالك يعني تسوية بين يعني الشركاء في هذه المنطقة، لاعتبار الكل يهدف إلى استقرار وأمن المنطقة، الجيش العراقي وأيضا اليابشة، لاعتبار هم نفس يعني في نفس الخط. لكن هنالك من يريد زعزعة أمن هذه المنطقة، هنالك تدخل تركي حول هذه المنطقة، هنالك من يعمل لصالح تركيا داخل الدولة العراقية يريد زعزعة الأمن بين الأخوان العراقيين بين الأشقاء داخل العراقيين، ويريد أن يزج الجيش العراقي. يعني معتز، نفهم من حديثك بأن العمليات العسكرية الآن إلى أين وصلت؟ هل هي يعني خفت وتيرتها أم لازالت في تصاعد مستمر؟
إلى أين وصلت هذه العمليات معتز؟ نعم، بعد زيارة السيد عبد الأمير يار الله رئيس العمليات المشتركة وقائد العمليات المشتركة وأيضا يعني مجموعة من الوفد الأمن المرافق له إلى قضاء سنجار، هنالك هدوء حاليا في القضاء وهنالك تسوية بين يعني الأشقاء كما نسميه. على أي المبادئ قامت معتز؟ اعذرني على المقاطعة بهذه النقطة، ولكن على أي المبادئ نعم. قامت هذه التسوية؟ عدم التدخل في يعني النقاط الحدودية للجيش العراقي وكذلك اليابسة وكذلك احترام المكونات وعدم تدخل الدول الجارة مثل تركيا في هذه المناطق، وهنالك أيضا الحديث عن عدم تدخل الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا في هذه المناطق، بالتالي هنالك بعض التفاهمات التي تؤدي إلى تسوية مستقبلية، هنالك تفاهمات بسيطة البعض يتحدث عن أن هناك تسوية مستقبلية في هذا الموضوع، وحاليا الوضع في سنجار ينتاب بالهدوء التام على اعتبار بعد وصول قائد عمليات المشتركة تم الاجتماع بالجيش العراقي وكذلك مجموعة من الممثلين عن سنجار، وبالتالي عم الهدوء في المنطقة بالكامل. طيب معتز، يعني اليوم حركة النزوح هذه هي الذي يجري الحديث عنها، إلى أين توجهوا هؤلاء النازحين؟ هل من مخيمات تأويهم؟ هل من جهات رسمية تبنت توفير يعني مناطق آمنة لهم في ظل هذه المعارك معتز في الأيام الأخيرة؟ نعم، هنالك يعني بعض المناطق في محافظة الموصل في الجانب الأيسر والجانب الأيمن يلتجئون إليها هؤلاء العوائل، وأيضا هنالك بعض المخيمات، هنالك تعاون. النقطة المهمة التي يجب أن توضح ويعرفها الجميع في العالم وفي العالم العربي أن هذه المعركة التي حدثت وهذه الاشتباكات التي حدثت هي بين أشقاء، بين أخوان، بين الجيش العراقي واليبشة، اليبشة أيضا داخل يعني هيئة الحشد الشعبي فوج 80، بالتالي كان هنالك سوء فهم. من يريد أن يزج الجيش العراقي ويخطط له بهذا التخطيط هم يعني المتسلقين على السلطة في الدولة العراقية التابعين لأحزاب أو التابعين لدول أخرى، هم تركيا وكذلك بعض من الأحزاب حزب الديمقراطي الكردستاني والبعض الموالين لتركيا، بالتالي الجلوس على طاولة واحدة وتم الجلوس على طاولة واحدة تم حل هذا الإشكال، بالتالي سوف حتى العوائل النازحة التي نزحت من قضاء سنجار سوف ترجع بتفاهم بين اليابسة وكذلك الجيش العراقي. مراسلنا معتز أيوب، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. من عمان ينضم إلينا الأستاذ عبد القادر النايل الباحث السياسي العراقي. أستاذ عبد القادر، مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. يعني نبدأ من ما يجري اليوم في سنجار، وكأنما الدولة العراقية حلت كل ملفاتها لتتوجه إلى سنجار، هذه المنطقة التي عانت ما عانته من ويلات إبان هجوم تنظيم داعش الإرهابي على هذه المنطقة. أين كان الجيش العراقي؟ أين كانت الدولة العراقية؟ الأحزاب السياسية إبان تلك الحقبة عندما تركوا أهالي سنجار لقمة سائغة بيد تنظيم داعش الإرهابي. أستاذ عبد القادر، اهلا وسهلا بك ومشاهديكم الكرام، وكل عام وانتم بخير وانت بألف خير. المعلوم تماما ان سنجار اصبحت حقيقه قنبله موقوته، وهذه حقيقه بسبب التدخلات الايرانيه التي لن تتوقف عند سنجار، انما هي تريد بالاتفاق مع نظام بشار الاسد الى ابتلاء مناطق اخرى داخل سوريا، وبالتالي هي تريد انهاء حركات كثيره ليست فقط ما موجود في سنجار، وبالتالي ما يحدث هو صراع سياسي وليس صراعا أمنيا، ولذلك ما شهدناه من مأساة حقيقية لنزوح أكثر من 700 عائلة، ولليوم الثاني على التوالي العوائل تنزح من سنجار ولم تقدم السلطات الحكومية ولا السلطات الأخرى ضمن المناطق المجاورة لسنجار أي معونة لتلك العوائل، وهذا ما تفاقم الوضع الإنساني بشكل واضح تماما. تزييف الحقائق ليست من منهجيتنا، لأنه لا بد أن نكون بطريقة واضحة تماما نعطي الصورة، لأنه الآن حقيقة وينبغي هذا الملف الإنساني بعيدا عن كل ما يجري من حروب. يعني خصوصا في سنجار أستاذ عبد القادر، هذه المنطقة ربما لها خصوصيتها لما عانته إبان
يعني هجوم تنظيم داعش عليها. يعني سنجار عانت من الخطف والسبي وأيضا الجرائم التي ارتكبت بحق أهالي سنجار أستاذ عبد القادر، إلى أن دافعوا عن أنفسهم وحموا أنفسهم اليوم. الحكومة العراقية أو الجيش العراقي اليوم ربما يعيد سيناريو التهجير، يعيد سيناريو المعاناة التي تكبدها أهالي سنجار. بالتأكيد ما فعله داعش في فترة داعش في سنجار هو فعل شنيع، وبالتالي ما حدث الأهالي هناك هي جريمة لا تغتفر، وبالتالي بشكل واضح تماما على أنه ما يجري الآن على الإزيديين وعلى المناطق الأخرى في داخل سنجار هو ظلم كبير، وكما أسلفت لك هو قضية سياسية لأنه تتعلق أيضا باتفاق عودة البيشمرق إلى سنجار، وهو اتفاق ما بين أربيل وما بين السلطات الحكومية وتحديدا مصطفى الكاظمي. لكن هل سنجار باتت ساحة فقط للبيشة أو الجيش الحكومي يريد فرض سيطرتها أو البيشمرقة؟ الجواب كلا، هناك قاعدة السنوني وإيران تتخذ منها مقرا استراتيجيا لها، وأسلفت لك بطريقة واضحة أنها لن تتوقف عند سنجار، فهي لديها اتفاقيات مع بشار الأسد للعبور إلى الحدود السورية، وبالتالي صنع كثير من الفتن هناك. لذلك فضلا عن التدخل التركي الذي يعتبر أن سنجار مقرا رئيسيا لحزب العمال الكردستاني الذي يعتبره منظمة إرهابية ولا يريد الحوار معهم، إذا هذا التداخل أفقد سنجار من تداخل محلي إلى تداخل دولي. هذه حقيقة جعلت من سنجار قنبلة موقوتة، ولذلك حقيقة اليوم نجد أن الجيش الحكومي موجود في سنجار، وكذلك هناك داخل مؤسسات الجيش الحكومي أو مؤسسات السلطات الحكومية هجوم على دخول الجيش الحكومي إلى منطقة سنجار. بالتالي ما يحدث حقيقة موضوع لن يحل على طاولة جلوس. ما يحدث أن هناك الأزمة مستمرة ولها تداعيات خطيرة في الأيام القادمة يعني على أهالي سنجار. يعني هذه الهجمات أو هذا الهجوم الواسع أستاذ عبد القادر ربما تزامن مع يعني هجوم للنظام التركي في إقليم أو اجتياح للنظام التركي لإقليم كردستان. هل هناك تنسيق؟ هل هناك تبادل يعني ربما تبادل أدوار في هذه المنطقة؟ أيضا النظام التركي ربما له يعني مصلحة بهذه المعركة، سيما وأن له أطماع تاريخية في الموصل أستاذ عبد القادر. من المعلوم تماما حسب المعلومات الواردة لنا أن السلطات الحكومية أمام خيارين، أما دخول الجيش التركي إلى سنجار أو دخول الجيش الحكومي، وبالتالي اتخذوا هذه الخطوة للوصول إلى هذه القضية. لكن حقيقة إلى هذه اللحظة لا توجد تفاهمات حقيقية لطرد كل الغرباء المفروضين على سنجار، وهذا حقيقة يقع على أهالي سنجار بالدرجة الأولى، لا يقع على لا على الجيش الحكومي فقط ولا على غير الأطراف الأخرى. كل المنظمات الأجنبية الموجودة في سنجار ينبغي أن تغادر، وأن تكون هذه المنطقة منطقة آمنة لأهلها الحقيقيين، لأنهم تعرضوا إلى ويلات كثيرة. يعني أصحاب قدر وحدات مقاومة سنجار أو اليبشة، يعني هم من المكون الإزيدي ومن أهالي المنطقة هؤلاء لا اعتراض عليهم، هؤلاء هم أهالي المنطقة، لكن هو الذي يجري أن هناك وحدات من حزب العمال وأمور أخرى، فضلا على أن هناك اتفاق سياسي ما بين بغداد وبين أربيل لإعادة سنجار أو دخول بيشمرقة إلى سنجار. هذه كله حقيقة إنها إرهاصات سياسية، بالتالي فضلا على وجود ملف إقليمي سواء كان للإيرانيين أو للأتراك فيه دورا موجودا، وهذه أيضا خطورة أخرى تبعث عن القضية لا تتعلق فقط في سنجار. لذلك حقيقة كان المفروض هناك يكون جهدا يعني هذه القطعات أستاذ القادر، ذريعة حزب العمال ذاتها التي تضعها تركيا لاجتياح أقليم كردستان يضعها الجيش العراقي اليوم، هذه القطعات من الجيش العراقي لو توجهت إلى الحدود الشمالية للعراق إلى إقليم كردستان والوقوف في وجه المحتل التركي أو الغازي التركي، ألم يكن أجدر بها فعل ذلك أستاذ عبد القادر عوضا أن تتوجه إلى عراقيين متواجدين في سنجار؟ يعني هنا سؤال يطرح نفسه بكثرة، أعذرني على 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 الإطالة بهذا السؤال. لا بالعكس، هو هذا السؤال واقعي، لكن السؤال الذي أيضا يجيب على هذا التساؤل هو هل يوجد في العراق سيادة يمكن أن يعتمد عليها العراقيون لهذا الجيش أو السلطات الحكومية الموجودة؟ الجواب كلا، لأنه كثير من المناطق، وهنا أيضا أطرح سؤالا
بطريقة الاستفهام، لماذا توجهوا إلى سنجار قبل أن يتوجهوا إلى جرف الصخر؟ طيب جرف الصخر أيضا فيها قوات أجنبية وهي منزوعة السكان ولا تستطيع الحكومة فرض سيطرتها عليها. لذلك قلت لك أن الملف سياسي بحتا وليس الملف هو فقط طرد وحدات حزب العمال. كان يفترض حقيقة أن يكون هناك تسوية كاملة لإعادة السيادة العراقية، لكن هذه التسويات الجزئية هي لأن السلطات الحكومية والأحزاب السياسية الموجودة في بغداد كل ينتمي حسب توجهاته إلى دولة مجاورة من دول العراق، سواء إلى تركيا أو إلى إيران أو بعض الدول الأخرى. وبالتالي ما يجري عملية هو تقديم ولاءات وتقديم تنفيذات داخل هذه الحكومة للحصول على دعم الدول الإقليمية المرتبطين فيها. هذا هو الذي يجري في العراق. يعني أستاذ عبد القادر، نعم أستاذ عبد القادر، يعني العديد من الملفات إبان حكومة السيد الكاظمي وحتى الحكومات السابقة ربما خانتني الذاكرة في استذكارها جميعها، السلاح المنفلت، ملف الاغتيالات، التصفيات لمتظاهري ونشطاء الحراك، ملاحقة فلول تنظيم داعش، يعني إعادة الإعمار للمدن المدمرة، خدمة الكهرباء والمياه في يعني الجنوب العراقي، الدفاع عن سيادة العراق من تدخلات إيرانية وتركية. كل هذه الملفات لم تخطو بها الحكومات العراقية خطوة إلى الأمام. هل فعلا حلت كل هذه الملفات لتتفرغ إلى ملف سنجار ويعني محاربة الإيزيديين الذين إلى الآن لم يتعافوا أو لم تتعافى جراحهم وتلتئم من ما أصيبوا به إبان حقبة داعش؟ أستاذ عبد القادر، أليس الأجدر أن تلتفت إلى هذه الملفات التي تصب في خدمة العراقيين أولا؟ لا يوجد أي ملف تم تحريكه أو إنجازه في هذه الحكومة والحكومات السابقة، بل بالعكس الوعود الذي قطعت على أبسط الملفات وهي تقديم قتلة المتظاهرين إلى القضاء لم يفعلوا ذلك، فضلا على أنه نحن نمتلك يعني معلومات دقيقة على أن الحدود العراقية السورية من اتجاه محافظة الأنبار تشهد اضطرابا كبيرا بين إدخال عناصر داعش إلى العمق السوري أو إدخال عناصر داعش من العمق السوري إلى العمق العراقي ومن يسيطر على تلك الوحدات الميليشياوية التابعة لإيران. لذلك نحن لدينا ملفات كثيرة فضلا على الانهيارات الاقتصادية وغيرها، هي لم تنجح في توفير مفردات البطاقة التموينية، الأرز والحنطة، الطحين الذي وعدت حكومة الكاظمي في شهر رمضان بأنها ستلبي احتياجات العائلة العراقية وفشلت الآن، نحن في أيام العيد ولم توزع. هل تريد من حكومة أو سلطات حكومية فشلت في توزيع مفردة الأرز إلى العائلة العراقية أن ترجع السيادة العراقية؟ لذلك الملف في العراق معقد والعراق بلا سيادة، ولذلك ما يجري من تحركات أمنية هي تحركات سياسية وليست أمنية، وبالتالي كل يبحث عن ولاية ثانية من خلال تقديم التنازلات وضرب، ولا يهمهم ضرب الشعب العراقي سواء يزيدين أو غيرهم، إنما يهمهم أن هذه الضربة ستؤثر على أن يكون هناك دعما سواء لهم من أربيل أو من تركيا أو من بغداد أو من أحزاب أخرى لتجديد ولاية ثانية للكاظمي. الأستاذ عبد القادر النايل، الباحث السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك. من السليمانية ينضم إلينا الأستاذ أرام حاجي الباحث والحقوقي. أستاذ أرام مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. من الناحية الحقوقية كيف تقيمون ما يجري على الأرض اليوم في سنجار أستاذ أرام؟ بداية طاب مساءكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. يعني لو أخذنا المقاييس القانونية والدستورية بعين الاعتبار لرأينا بأن ما يجري في سنجار تخرج عن الإطارات الدستورية والقانونية، لأنها تفتقر إلى أبسط المعايير التي تتحكم بالوجود الإداري والمؤسسات لهذه المنطقة. ولكن لو أخذنا بمعايير سياسية لنرى بأن ما يجري على سنجار حصرا إنما يتحكم به نوع من الأجندات السياسية ونوع من التصارعات المتمثلة بالقوى السياسية سواء الموجودة في الإقليم أو الموجودة في المركز. لذلك نرى بأن ما يجري في سنجار تفتقر إلى بسط السيطرة الأمنية واستتباب الأمن في المنطقة، وإنما يعني يمكن تفسيرها بأنها محاولة لمكاسب سياسية حزبية جزئية تفتقر إلى أبسط المعايير الإدارية والمؤسساتية. لأنما ما شهدته منطقة سنجار
بعد تحرير موصل مباشرة القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية وقيادة قوات البيشمركة أعلنوا صراحة جهارا نهارا بأن المنطقة تم تحريرها وهي خالية من الإرهاب. نعم، أنا أستند على البلاغ والبيانات الرسمية التي صدرت من قبل جداً. القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية وقيادة قوات البيشمركة. إذا وحينها أستاذ أرام، إذا ما عدنا بالذاكرة، وحينها ربما حرر المنطقة أهلها، أهل سنجار وحدات مقاومة سنجار التي يحاربها الجيش العراقي اليوم. أنا أريد أن أؤكد على هذا الأمر لأن الأهل هبت نداء التحرير وساندت جميع القوى التي تحارب الإرهاب ووقفت جنبا إلى جنب مع قوات البيشمركة ومع القوات المسلحة العراقية في تحرير المنطقة ومحافظة الموصل برمتها، يعني بما تشمل جميع الأقضية والنواحي والقصبات التابعة للمحافظة. لذلك نرى بأن ما هو موجود في شنغال إنما هي وحدات حماية مدنية مؤسسة ومشكلة من قبل أهالي المنطقة بعد أن دارت الجيش العراقي وقوات المتمثلة بمسلحي القذفة ظهرها لمساندتها وحمايتها من إرهاب الدواعش وجرت ما جرت في المنطقة ونحن أدرى بها. صحيح. لذلك نرى بأن بعد إعلان تحرير المنطقة ومشاركة أهالي المنطقة في تحرير مناطقهم إنما احتفظوا بهذه الوحدات المساندة والمتعاونة مع المنظومة الدفاع الوطني العراقي بما فيها الجيش وقوات الحشد الشعبي. صحيح. وإن لقوات الحشد الشعبي وقفة مشرفة مع هذه الوحدات في المنطقة وساندتهم وآوتهم وساعدتهم في كثير من الأمور الأمنية التي تخدم استتباب الأمن في المنطقة. لذا نرى إن ما يجري الآن إنما هي توظيف هذه الأمر وبما تخدم أجندات إقليمية المتصارعة لبسط نفوذ وتوسيع نفوذها سواء منها الاستراتيجية الإيرانية المتمثلة بالهلال الشيعي أو الاستراتيجية التركية المتمثلة بتوسيع عمقها الاستراتيجي نحو بسط سيطرتها على ولاية موصل أو مصادر الطاقة أو الحقول النفطية الموجودة في المنطقة أو الحقول الغازية الموجودة في سهل أنبار على وجه الخصوص. لذلك نرى بأن قذفة قد أعطت أولوية لهذا الأمر خارج عن كل المقاييس الإدارية القانونية والدستورية المتمثلة بالتنسيق مع مجلس المحافظة موصل لحل مشاكلها أو المتمثلة بالإدارة الذاتية الموجودة ضمن قضاء سنجار. لذلك نرى بأن هذا الأمر يعني قد حصرت وبإدعاءات تواجد العمال الكردستاني في هذه المنطقة وقيادة قوات الحشد الشعبي شاهد على هذا الأمر وأكدت مرارا وتكرارا بأن القوات العمال الكردستاني لا توجد في المنطقة. على أي أساس إن أعطت هذه الأولوية وصعدت الأمور؟ يعني حتى وحدات الموجودة هي تندرج ضمن الفوج 80 للحشد الشعبي أستاذ أرام. بالتأكيد وتستلم مساعداتها من قيادة قوات الحشد الشعبي التي تعتبر مباشرة جزء من منظومة الدفاع الوطني العراقي وبقرار من قيادة العامة للقوات المسلحة. لو فسرناها عسكريا بهذا الأمر لا 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 كان بالإمكان القول بأنها يعني مناوشات بين تشكيلات عسكرية تابعة لقيادة قوات المسلحة العراقية الموحدة خدمة لأجندات خارجية. هذا ما ربما يكون خدمة لأجندات خارجية. وأنا باعتقادي بأن السيد مصطفى الكاظمي قد أقدمت على هذا الأمر لتأمين ضمانات لولايتها الثانية كرئيس لمجلس الوزراء العراقي والتحالف الثلاثي هي التي أقدمت على هذه المبادرة وبناء على توصية من قيادة قذفة لهذا الأمر وقيادة قذفة قد امتثلت وانصاعت
لأجندات تركية المتمثلة بالسيطرة واحتلال ولاية موصل بأكملها، وليس قضاء سنجار على وجه التحديد، لأنها يعني صرحت جهارا ونارا بأنها ستنقذ العراق وليس قضاء سنجار. لذلك نرى بأن هذا الأمر يعني تخدم بامتياز الاستراتيجية التركية، ولا تخدم استتباب الأمن في المنطقة، ولا تخدم استتباب الأمن في محافظة موصل، وإنما حصرت هذا الأمر بدوافع وبمبررات لا أساس لها من الصحة، وهي تواجد العمال الكردستاني، وإنما تأتي هذا الأمر خدمة لتنفيذ مشروع أفاقي المتمثلة بتوسيع العمق الاستراتيجي الاقتصادي التركي بمسافة 120 كيلومتر نحو بسط نفوذها على مصادر الطاقة سواء في ولاية موصل أو مصادر الغاز في سهل أنبار. نعم، الأستاذ أرام حاجي الباحث والحقوقي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات وطيب هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من السليمانية، شكرا جزيلا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدين الكرام، وفي ملفنا الثاني، ورقة اللاجئين احترقت أوروبيا حيث لم تفضي مساعي الابتزاز التركية إلى تحصيل مكاسب ذات قيمة على مستوى التمويل وتقديم المساعدات رغم تهديدات أردوغان المتتالية، فبدأ الاستثمار بها شعبيا وداخليا مع قرب الانتخابات التركية لاستقطاب القومويين الأتراك الرافضين للوجود السوري في بلادهم. فما التفاصيل وما المستجدات وإلى أين تسير الأمور بهؤلاء اللاجئين؟ أسئلة أوجهها لضيوفي في هذا الملف، ابقوا معنا. السيد الدين معاذ، مين معاذ؟ Ülkemize yönelik yaptırım kararlarına da değinmek istiyorum. Gerek Amerika Birleşik Devletleri. بهذا الخصوص ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمود حسين عامر، رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية والسياسية والاستراتيجية. دكتور مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم، نتحدث عن ورقة اللاجئين السوريين في الداخل التركي، لطالما استثمر بهم أردوغان ولطالما كان رافضا لمسألة عودتهم إلى سوريا، اليوم يتخلى عن هذه الورقة. من ناحية التوقيت، ما أهمية هذه الورقة بالنسبة لأردوغان ونظامه الحاكم؟ أهلا بك وأهلا بمشاهدينا العزيز. أهلا بك. إذا أردت أتحدث على سياسة أردوغان الخارجية، دعنا نقول لك أن أردوغان يتلاعب بتلك الأوراق السياسية في حل مشاكل داخلية داخل تركيا، ودعني أن أسلط الضوء حتى في ظل الدفاع أو التمسك بورقة مقتل وإدانة السعودية بمقتل جمال خاشقجي، قام بإطلاق تلك الورقة في النفايات وذهب إلى السعودية لكي يتعاون مع السعودية مرة أخرى ويتعاون مع من ادعى وقتا ما أنهم قتلوا جمال خاشقجي. دعنا نقول لك أن السياسة الأردوغانية تترتب أنها تتلاعب الأوراق بين الحي والآخر، تترك ورقة وهي ورقة اللاجئين السوريين وتدعو إلى فكرة أنها معاونة للسوريين مرة وضد السوريين مرة أخرى. وأصبح المشهد متضح سياسيا للدول العربية وللدول الخارجية وللشعب السوري الذي يعني أيقن أن الدولة التي احتضنت منذ سنوات كثيرة وهي تركيا اللاجئين السوريين حكومتها حكومة فاشلة لم تستطيع بناء تركيا من الأساس، بل بالعكس أن العديد من أهالي اللاجئين السوريين استطاعوا بناء مشاريع اقتصادية كبرى داخل تركيا وداخل العديد من الدول العربية حتى في مصر التي أعيش فيها الآن. النقطة الأساسية أن فكرة الحديث على الشعب السوري أو نقطة الورقة الضخمة بين عودة اللاجئين أو عدم عودة اللاجئين الآن أصبحت سوريا يعني
بنسبة 80% مستقرة وبعيدة تماما عن فكرة الإرهاب، في حين تغيرت كمان، تغيرت فكرة يعني التطرف والإرهاب، أصبح الآن اختطاف الأطفال السوريين، ثم ذهب إلى منعطف أخير وهو الاستقرار والأمان داخل سوريا. سوريا الآن استطاعت أن تعود إلى الاستقرار مرة. دكتور محمود، عن أي استقرار نتحدث إذا ما كان أردوغان يريد أن يعيد هؤلاء إلى مناطق قد احتلها، وربما ينفذ عمليات أو يستمر بعمليات التغيير الديموغرافي الحاصلة من تل أبيض، رأس العين، عفرين، جرابلس، مارع الباب، كل هذه المناطق المحتلة، ربما يريد إعادة هؤلاء اللاجئين، ربما يكونون من الغوطة الشرقية، ربما يكونون من الجنوب السوري، إلى هذه المناطق، وبالتالي تغيير ديموغرافي ممنهج. دكتور محمود، دعنا نقول لك أن هذا التغيير سوف يحدثه أردوغان الآن أو مستقبله، ولكن هناك بعض السياسات التي يقوم بها أردوغان هو إطراق تلك الأوراق لكي ينشغل في الأوراق الخليجية، ثم ترتيب عودة اللاجئين السوريين لتلك المناطق التي احتلها بالفعل. ولكن أقول لك أن يعني قوات مجلس سوريا الديمقراطية والقوات المعارضة لسياسة رجب طيب أردوغان قادرة على منع تلك التواجد الذي أقوله هو تواجد إرهابي من تركيا في المناطق السورية. الفكرة الأساسية لدى أردوغان هي فكرة السيطرة على سوريا بشكل من أشكال، بعد أن أخذ إذناً طويل المدى من الناتو في السيطرة على المناطق السورية والضغط على سوريا والضغط على شمال شرق سوريا أيضا بالنازحين وباللاجئين. فكرة الترتيبات أيضا استثمار، وأنا أقول لك أن تركيا تستثمر نقودها وكل الاقتصاد التركي في المرتزقة، يعني حتى في القطاع الليبي وحتى في قطاع سوريا. الوضع لن يكون جديدا على أردوغان في ترتيب الملفات السياسية الخارجية، بل بالعكس أن أردوغان يرتب تلك التوافقات السياسية وفقا لسياسة الولايات المتحدة ووفقا لسياسة الناتو التي تريد أن يكون هناك سيطرة تركية داخل سوريا. ولكن أنا أقول لك أن الشعب السوري أعطى لتركيا درسا قويا، درسا قويا في القضاء على العديد من المرتزقة، كان آخرها شرق يعني شمال شرق سوريا، ما حدث من فرور الإرهابيين بشكل كبير وانطلاق أيضا، يعني أنا أقول لك انطلاق منابر إعلامية ومن ضمنها قناة اليوم وبرنامجك العزيز القلبي لكي يناقش هذه المساحة السياسية ويناقش المساحة الإعلامية ونقل صورة الحقيقة للشعب السوري وللشعوب العربية وحتى الشعوب الدولية. دكتور محمود، داخليا طبعا هذه الورقة وتعهد أردوغان بقرب أو بأن الوقت قد حان لإعادة هؤلاء السوريين، ما المكاسب التي من الممكن أن يحققها أردوغان وحزبه الحاكم على صعيد الانتخابات القادمة التركية؟ دكتور محمود، دعنا نقول لك أنه يقدم الولاء للشعب التركي، ولكن ولاء وهمي، يعني أقول ولاء وهمي لأنه لن يحقق أي سياسة، يعني طبيعة السياسة الأردوغانية هي طبيعة الاحتلال، طبيعة الاحتلال بأفكاره، يعني دعنا نقول لك يعني في كتاب الأردوغان الذي قام بتأليفه في عام 2008 وتم طبعته في القاهرة في مطبعة الشروق، تحدث في سياسة الاحتلال أيضا تركيا ولشعبها وسياسة احتلال كمان أيضا للدول العربية. الآن هو يسوق إلى خطة انتخابية لحزبه ولنفسه حتى يمد له يعني يمد له الحكم في تركيا ويمد له السيطرة على الأراضي التركية والسيطرة أيضا على الأراضي السورية. دعنا نقول لك أن السياسة الوهمية التي يعني اتخذها أردوغان باتت بالفشل. ولماذا؟ لأن وجدنا صوتا لتحالف المعارضة التركية الذي صدر من حوالي أسابيع قليلة في رمضان لكي يتحدث بصوت المعارضة التركية أو بصوت الشعب التركي الذي يرفض تلك السياسة الاحتلالية. فكرة يعني دعنا نقول لك تم تصدير منذ عشر سنوات السابقة تم تصدير أردوغان بأنه خليفة المسلمين وأنه سوف يؤسس
العثمانية والخلافة الإسلامية، ثم تم هدم تلك لمدة 10 سنوات بعد إيضاح إعلامية كبرى من كل القنوات المعارضة لرجب طيب أردوغان ليبين للعالم ككل أن هذه ليست سياسة خلافة عثمانية ولا حتى سياسة خلافة إسلامية، ولكن هي سياسة الخلافة الصهيونية. نعم. يعني الرجل الذي أخذ وسام في الخمسينيات مثلا أو في 2005 وسام من الكيان الصهيوني، وسام الشجاعة، على أي أن يكون أن يأخذ وسام الشجاعة في 2005 من الكيان الصهيوني؟ هل الشجاعة أنه قام وضرب العديد من الشعب السوري والشعب السوري كله في المناطق السورية، أم نعم. أن الشجاعة أنه استطاع أن يسيطر على أراضي السورية، أم الشجاعة أنه استطاع أن يقوم بترويج المرتزقة في كل الأراضي العربية؟ هل أن الكيان الصهيوني الآن أراد أن يخطب خليفة المسلمين رجب طيب أردوغان؟ أو لربما تحويل تركيا من دولة ديمقراطية، دولة يحكمها القانون، إلى دولة ديكتاتورية يحكمها حزب معين. دكتور محمود، أكيد هذه رؤية يعني منك صائبة جدا. بالفعل دولة ديكتاتورية، دولة ديكتاتورية، والله أنا يؤسف علي أن أقول لك دولة ديكتاتورية بطعم إسلامي، والإسلام بريئا منهم. يعني بطعم إسلامي، يقول أن يقول لك أنني خليفة المسلمين، أنني سوف أؤسس الخلافة العثمانية. تأسيس الخلافة العثمانية وتأسيس الخلافة الإسلامية ليس بهذه الرؤية الأردوغانية التي باتت بالفشل وقادت على الاقتصاد والسياسة التركية وقادت على كل من يتعاون مع رجب طيب أردوغان. وأقول للسعودية والملك سلمان، تعاونت مع رجل يده مليئة بالدماء في الأراضي السورية، فلن ينفعك هذا التعاون. الدكتور محمود حسين عامر، رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية والسياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك. من شمال شرق سوريا ينضم إلينا عضو المجلس الرئاسي في مسد ورئيس التيار السوري الإصلاحي الأستاذ شكري شيخاني. أستاذ شكري، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. ورقة اللاجئين التي حذرتم فيها أو حذرتم منها في مسد أنه سيستغل هذه الورقة النظام التركي وربما ينفذ عمليات تغيير ديموغرافي داخليا ويتاجر بهم من أوروبا لكسب يعني تحقيق مكاسب اقتصادية، أستاذ شكري، ها هي تتجلى على الأرض اليوم. قراءتكم لما صدر مؤخرا عن النظام التركي بضرورة إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا وإلى شمال وشمال شرق سوريا المحتل تحديدا؟ مساء الخير لك ولكل مشاهدي قناة اليوم. أهلا بك وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. مخطئ تماما. كل سوري أو كل مواطنة سورية أن تعتقد أن النظام التركي نظام أردوغان فتح حدوده من أجل عيون السوريين، إنما هو فتح الحدود من أجل استثمار هذه الورقة، ورقة اللاجئين السوريين، أمام أولا أمام خصومه، وثانيا أمام القارة الأوروبية، واستثماره أيضا من النواحي المادية. ولكن ما أن وصل به الكيل أنه المطاف أنه سيتعارض ذلك مع القوى المعارضة التركية والتي تسعى إلى في انتخابات القادمة إلى انتزاع الرئاسة من أردوغان، إنما حول وجهتي البوصلة عنده 180 درجة وبدأ بمضايقة السوريين الذي هو بالأساس كانوا يسميهم الأنصار وكانوا يسميهم المجاهدون، هكذا عندما استقبلهم على الأراضي التركية. نعم. هذه هي سياسة النظام التركي الذي يطمح إلى تحويل العام القادم 2023 إلى إلغاء المعاهدة التي قضت على الإمبراطورية العثمانية إمبراطورية الرجل المريض قبل 100 عام. النظام التركي له طموح وله أطماع لا تعد ولا تحصى، ابتداء من البداية من الأراضي السورية وليس له انتهاء إلا بالأراضي الدول العربية. وهذا الكلام كنا قد قلناه وكررناه أكثر من مرة، إنما سوريا ببوابتها الشمالية تقف في وجه العدوان التركي الدائم على الأمة العربية بشكل عام وعلى الأمة الكردية بشكل خاص. وهنا لا بد من أن ننوه بعظيم الإجلال والتقدير والاحترام لقوات سوريا الديمقراطية التي وقفت في وجه ثاني أكبر دولة عسكرية في الناتو. نعم،
هذا كله يعطينا إشارة إلى أن تركيا لا تزال على منوالها وعلى عهودها السابقة التي تسعى إلى تحقيق الإمبراطورية العثمانية، إن كان عن طريق الورقة السورية، إن كان عن طريق الورقة الخليجية، بأي ثمن، إنما هو الهدف الرئيسي إعادة ما فقدته تركيا قبل 100 عام بمعاهدة لوزان. نعم، طيب على الصعيد الداخلي أستاذ شكري، ما الذي يبحث عنه أردوغان وحزبه الحاكم من خلال اللعب بورقة اللاجئين التي لربما احترقت أوروبيا ولم يعد يستفاد منها اقتصاديا أستاذ شكري؟ بطبيعة الحال كلنا نعلم بأن الوضع الداخلي التركي إنما يعاني من انهيار الليرة التركية، يعاني من صعوبات اقتصادية جمة، الوضع الداخلي التركي يعاني من تخلخل في النظام السياسي بينه وبين الجهة المعارضة. النظام التركي يعاني من عزلة، تقريبا شبه عزلة تامة مع الأوروبيين بسبب مواقفه من إزالة أرمينيا، مما يحصل في سوريا من تدريبه وتجنيده للمرتزقة وبثه في كل دول العالم. هذه كل هذه الأمور إنما تجعل من نظام حكمه الآن بحكم المهدد تماما للزوال في حال فوز المعارضة بالرئاسة القادمة. لذلك هو يعزف على وتر الورقة، أولا الورقة اللاجئين السوريين، وكنا قد شاهدنا قبل فترة كيف وضعهم على أبواب بلغاريا، حدود بلغاريا، وكيف كان يهدد أوروبا بهم ليلة نهار، وكيف وكيف وكيف. هذا هو النظام التركي، إذا هو يريد استعادة المجتمع التركي داخليا من 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 بوابة الضغط بالورقة السورية وإعادة ترحيلهم إلى الأراضي السورية، على قول أنه طواعية، وإنما هو في برامج مخصصة ترسل للسوريين بتركيا تقول لهم اذهبوا إلى بلادكم، ارحلوا إلى بلادكم، عبر رسائل نصية، عبر رسائل SMS تصل لكثير من السوريين في تركيا وتقول لهم بهذا الكلام الواضح تماما. هذا عدا عن البعض من العصابات التي تدعي أنها قريبة من النازية أو قريبة من المافويات، إنما أيضا تضايق السوريين في عيشتهم التي هو أردوغان هو من صنع هذا، وليس من حظ أردوغان الآن بالتفاوض مع الأحزاب المعارضة أنه يرجع السوريين، لأن ذلك سينهي الأزمة السورية إذا ما وقف السوريين مع بعضهم البعض ووضعوا 2-2-5-4 موضع التنفيذ. هذا يفقد الكثير من أردوغان الأوراق التي بيديه. طيب سيد شكري، اليوم أنتم في مسد، يعني ما هي خياراتكم إذا ما أقدم النظام التركي على تنفيذ عمليات التغيير الديموغرافية في المناطق المحتلة من خلال إعادة هؤلاء اللاجئين، لطالما أنتم يعني حذرتم مرارا وتكرارا من هذه الخطوات التي يعني توشك على التنفيذ اليوم؟ لا، هي لم توشك على التنفيذ، بل هي بدأت بالتنفيذ فعلا. هي هذه عمليات التغيير الديموغرافي التي تقوم بها تركيا ومنذ أيام لواء اسكندرون، هذا ليس جديدا على تركيا. صحيح. تماما، هي تركيا تقوم بتغيير الديموغرافي، تقوم بتحويل بعض الساحات والشوارع إلى أسماء تركية، وهذا بموافقة السوريين المقيمين للأسف هناك، وبموافقة الائتلاف، وبموافقة المجلس الوطني الكردي، كل هذا يتم بموافقتهم. مسد تحاول كثيرا وتسعى كثيرا لدى عواصم القرار من أجل شرح هذه الصورة لهم ووضعهم في موضوع أن تركيا تعمد إلى التغيير الديموغرافي في الأراضي السورية. هذا يدعونا إلى أن نقول أين هو دور الحكومة المركزية السورية الحالية، أين هو من كل ما يجري في ذلك. الحكومة النظام السوري للأسف يعمد إلى بث البلبلة والقلقلة في الأماكن الآمنة في شمال وشرق سوريا، بدلا من أن يوجه كل جهوده السياسية والدبلوماسية لتوضيح وتعريض الموقف التركي الذي يجري الآن على الأراضي السورية، هي التي كانت تحت السيادة السورية.
نعم الأستاذ شكري شيخاني عضو المجلس الرئاسي في مسد ورئيس التيار السوري الإصلاحي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من شمال شرق سوريا، شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة، أما لمواضيع أوسع يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. دمتم بخير وإلى اللقاء.